السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله. الفيديو بتاع النهاردة أصدقائي زي ما وعدتكم إن هيكون عن أهم صفحتين، وهو إضافة صفحة سياسة الخصوصية وصفحة اتصل بنا. الصفحتين دول أصدقائي خاصين بالموقع بتاعي، فأنا طلعتهم من الموقع بتاعي علشان أشرح لكم إزاي تضيفوهم في موقعكم على الووردبريس. طبعا ده براحتك، أنت عايز تحمل صفحتين جاهزين اوكي، مش عايز تحمل صفحتين جاهزين وتستخدم الصفحتين اللي انا هقدمهم لك، فده يكون افضل ليك علشان انا هوضح لك كل حاجة بالتفصيل من خلال الفيديو ده. كل اللي عليك انك لازم تركز معايا من بداية الفيديو لحد اخر الفيديو، ياريت ما تتسرعش علشان بس ما تحملهمش وتقول لي انا اعرف اضيفهم وتدخل على الموقع بتاعك تعمل حاجة غلط وتقول لي انا معرفتش وخطأ فيه. لا، مش عايزك تتسرع خالص. هندخل على الموقع هوريكم بس شكل الصفحتين هيكونوا ازاي. دي صفحة اتصل بنا ودي صفحة الخصوصية. ازاي ضفتهم للموقع؟ هعرفك ازاي تضيفهم. شكل صفحة سياسة الخصوصية منسق، ما فيهاش اي مشاكل خالص، اهو سياسة الخصوصية، اهو سياسة الخصوصية. يعني انا ضفتها بشكل تجريبي ولكن مش بشكل اساسي، ودلوقتي هعرفك ازاي تضيفهم في الموقع بتاعك. دي صفحة سياسة الخصوصية. اما بالنسبة لصفحة اتصل بنا هنفتحها دلوقتي وهعرضها لحضراتكم. دي صفحة اتصل بنا، شكلها هنا بتكتب مثلا الاسم، يعني الشخص اللي هو عايز يتصل بيك يعني بيكتب اسمه وبيضيف هنا بريد الالكتروني بتاعه، بيكتب محتوى الرسالة اللي هو عايز يبعتها لك، وبعد كده بيضغط على ارسال فبتوصل ليك الرسالة. دول اصدقاء الصفحتين المهمين جدا، واللي من غيرهم يعتبر الموقع بتاعك ناقص، يعني مش كامل، مش مكتمل، ما تقدرش تقدم في جوجل ادسنس، لان مهم جدا جوجل ادسنس بيهتموا بالصفحتين دول، صفحة اتصل بنا وصفحة سياسة الخصوصية. دلوقتي هنلغي ده كله خالص وهدخل على الموقع بتاعي. طبعا لو انت عايز تدخل على الموقع بتدخل من خلال السي بانل الاستضافه كلاينت اريا، وبعد كده تدخل على الكنترول بانل او السي بانل بيدخلك على الاستضافه بالشكل ده. يعني في كذا طريقه، بس انا بحب ادخل على الموقع بتاعي عن طريق الطريقه دي. بدخل هنا عن طريق مثبت التطبيقات، وكل واحد براحته. يعني لو انت مثلا نسيت الباسورد اللي انت بتدخل بيه عادي، يعني هنا اهو مجرد ما اضغط هنا بقيت في الموقع بتاعي عادي، يعني انت براحتك، يعني كل واحد وليه طريقه في دخول الموقع. طيب هنا بندخل على تسجيل الدخول، هنا بنكتب الادمن، وهنا بنكتب الباس بتاعنا، بعد كده بنضغط على دخول، بعد كده صديق بنيجي على الصفحات. طبعا اي صفحه انا ضايفها هحذفها علشان اعرفكم ازاي تبداوا تضيفوا الصفحات دي عندكم. بنيجي على الكل، بحدد الكل بالشكل ده. لو انت عندك صفحات احذفها بالطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي. بتحدد الكل وبتيجي هنا بتضغط على نقل الى سله المهملات، وبعد كده بتضغط على تطبيق، بعد كده بيكونوا في سله المهملات، بتضغط على سله المهملات عشان تحذفهم بشكل نهائي. بتحدد عليهم برده وتيجي هنا حذف بشكل دائم، وتضغط على تطبيق، الصفحتين اتحذفوا. بتضغط على الصفحات مره ثانيه بتلاقي الصفحات مش موجوده. بالنسبه لاضافه صفحه جديده بنضغط على اضف جديدا بالشكل ده، بعد كده بيقول لك اضافه عنوان. العنوان اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا سياسه الخصوصيه. بيجي مثلا وبتكتب سياسه الخصوصيه بالشكل ده، شيل كلمه صفحه بس، سياسه الخصوصيه بالشكل ده. المكون اللي هو ده، المكون اللي هو الكود ده، الكود ده. طيب الكود ده لازم تعدل على حاجه مهمه جدا فيه. انصحك ان هو في نفس الصفحه اللي انت هتحمل فيها اي رابط زي الرابط ده، بتلاقيه https://www.techonline.com، تمام؟ ده العنوان الموقع بتاعي، انت بتشيله وبتستبدله بعنوان موقعك انت، تمام؟ انت اللي هتعمله، بس هتشيل الرابط دي وتحط الرابط بتاع موقعك انت. اي رابط بتلاقيه ما عدا الرابط بتاعه الجوجل، يعني بس انت تستبدل رابط موقعي، بس بتشيل رابط موقعي، اي حاجه تانية سيبها زي ما هي. يعني رابط زي ده تسيبه، تمام؟ رابط زي ده تسيبه، انما www.techonline.com ده هو اللي انت بتغيره بس، اي رابط زي كده بتغيره، تمام؟ بالاضافه هتغير ايه كمان؟ هتغير كلمه التكنولوجي، تمام؟ في كلمه اسمها التكنولوجي هوريها لكم دلوقتي اصدقائي. اي كلمه اسمها التكنولوجي بالشكل ده اهو بتستبدلها باسم موقعك. على سبيل المثال انا هشيل كلمه التكنولوجي هخليها تيك اونلاين، فباجي كده وبكتب تيك اونلاين بالشكل ده، يعني انا استبدلت التكنولوجي بتيك اونلاين. انت بقى بتستبدل كلمه التكنولوجي باسم موقعك انت، اسم موقعك انت بتستبدله بدل كلمه التكنولوجي. هنا استبدلنا الكلمه دي، وهنا بدل التكنولوجي هنكتب اي كلمه، تمام؟ لان زي ما انا قلت لكم اصدقاء ان الصفحه دي خاصه بموقعي، تمام؟ تيك اونلاين التكنولوجي بنخليها تيك اونلاين بالشكل ده. نبدا نغير عليها، سهل جدا يا اصدقاء، ما فيش اي مشاكل. الرابط بستبدله، يعني رابط زي ده بستبدله، اضيف الرابط بتاعي. كلمه التكنولوجي بغيرها، بخليها تيك اونلاين
اونلاين او بخليها اسم موقعك انت، طبعا مش هتخليها اسم توك اونلاين خالص. بعد ما تستبدلهم، بعد ما تتاكد انك انت خلصتهم خالص اهو توك اونلاين، اكد بس واحده واحده وما تستعجلش خالص في الصفحه دي علشان تضمن انك انت عدلت على كل الكلمات اللي اسمها التكنولوجي. اي كلمه اسمها التكنولوجي اصدقائي بتستبدلوها. بعد ما بتخلصوا استبدال الروابط واستبدال الكلمات، بتبدا تاخد الكود ده كله بتحدده وبتاخده كوبي، بتحدده بس انت بتحدده كله تمام وبتاخده كوبي. بتيجي في المكان ده بتضغط على الزائد ده في سياسه الخصوصيه طبعا تحتيها، يعني دي العنوان، تنزل تحتيها بتلاقي في كلمه زائد هنا او بتلاقي في ايقونه زائد، بتضغط عليها وبتلاقي حاجه اسمها HTML مخصص. تيجي هنا بتعمل لصق للكود. هنا احنا لصقنا الكود بعد ما عدلنا عليه الكلام ده كله، بعد ما احنا عدلنا عليه بنضغط على معاينه. في المعاينه هنا في واحده نسيتها، مش مشكله ولكن انا بوضح لكم اصدقائي. بقيت تيك اونلاين اهو، تيك اونلاين، تيك اونلاين اهو، تيك اونلاين اتغيري، تيك اونلاين مع الرابط، يعني انت عدلت عليها مع الرابط. تمام، انت عدلت عليها ايه؟ مع الرابط. بعد ما بتخلص، يعني بعد ما انت كتبتها وضفتها، بتضغط على نشر. تضغط على ايه؟ نشر. تقدر تشاهد الصفحه، بتضغط هنا على مشاهده الصفحه. هوريكم بس الصفحه دي، الصفحه اللي هي ضفناها. طيب بعد ما ضفناها في حاجه تانية لازم نعملها، اللي هي ايه؟ اللي هي صفحه اتصل بنا. بنيجي برده على الرئيسيه بالشكل ده، وبعد كده بنضغط على صفحات واضف جديدا. بعد كده بنيجي على اضافه العنوان، بنكتب اتصل بنا، اتصل بنا بالشكل ده. في صفحه اتصل بنا صديقي اهو، في حاجات برضو بتعدل عليها. زي ايه؟ زي الرابط بتاع الفيسبوك بتاعي، يعني ده رابط الفيسبوك الشخصي بتاعي، فانت بتشيله وبتحط الرابط بتاعك. او انت عايز تغير محتوى الكلام ده كله، بتغير محتوى الكلام، يعني انا الكلام ده ضايفه يعني ملحوظة هامة، الصفحة دي خاصة باقتراحات العمل، يعني لو كان عندك سؤال اتركه لينا في تعليق على اي موضوع، واذا كان ليك اي اقتراح تقدر تترسل معايا على صفحتي على الفيسبوك. ده اللي انا كاتبه. لو انت عايز تعدل عليه، بتيجي من اول الكلام ده كله لحد هنا، وتبدا تشيل الكلام ده وتبدا تكتب الجمله اللي انت عايز تكتبها. بالاضافه لو انت عايز تغير رابط الفيسبوك، بدل كلمه الفيسبوك كده بتكتب مثلا انستجرام، تويتر، يوتيوب، اللي انت عايزه. بالاضافه ان الرابط اللي انت يعني اسم الفيسبوك هتضيف هنا رابط الفيسبوك، يوتيوب هتضيف هنا رابط اليوتيوب، يعني بتستبدل الرابط ده بالرابط ده، وبتستبدل الاسم ده بالاسم ده. بعد ما بتعدل على الصفحه دي تمام، اعتقد التبديل والتعديل سهل يا اصدقائي، يعني انا مش بطلب منك حاجه صعبه. انت بتضيف رابط بدل رابط، وبتضيف كلمه بدل كلمه، بتضيف جمله بدل جمله. الموضوع ده واحده واحده وتسلى عليه، يعني مش لازم انت تعمل كرويته وتكروت الدنيا، لا واحده واحده وكله هيمشي معاك. بعد ما بتخلص بتحدد كنترول ايه وبتاخد الكود ده، وبعد كده بتروح على الموقع بتاعك. هنا كتبنا العنوان بتاعنا وبنيجي تحتيه كده وبنضغط على الزائد ده، وبعد كده HTML مخصص، وهنا بيقول لي كتابه الكود، فانا هضيف الكود بتاعي بالشكل ده. الكلام ده كله بعد ما انا عملت ايه؟ بعد ما انا عدلت عليه يدوي، ضفت العنوان بتاعي وضفت الرابط بتاعي وضفت الجمله اللي انا عايز اكتبها وبس. لو ضغطنا على معاينه، لاحظ كده صديقي، ادي الاسم، ادي البريد الالكتروني، وادي محتوى الرساله، وهنا الارسال. هنعمل ايه؟ هنعمل نشر، مش هتعمل حاجه اكتر من كده. بتضغط على نشر، بنضغط على مشاهده الصفحه، دي الصفحه بتاعه اتصل بنا. بناخد الرابط بتاعها، شايفين يا جدعان هنا بناخد الرابط بتاعها كده اللي هو صفحه اتصل بنا، بناخد الرابط بتاعها من فوق، وبنرجع مره ثانيه على صفحة سياسة الخصوصية، على صفحة سياسة الخصوصية بس بالـ HTML تمام، بالـ HTML مش المعاينة، بالـ HTML، وبندور على حاجة اسمها، لاحظ معايا صديقي تمام، هنا بتلاقي حاجة اسمها لا تتردد في الاتصال بنا عن طريق نموذج الاتصال. نموذج الاتصال اللي احنا لسه ضايفينه ده تمام، لازم نربط صفحة سياسة الخصوصية بصفحة اتصل بنا. فاحنا رجعنا مرة تانية بعد ما احنا ضفنا صفحة سياسة الخصوصية، في الاسفل خالص بتلاقي كلمة مكتوبة ايه؟ او الجملة لا تتردد في الاتصال بنا، بتلاقي هنا في رابط. لو تلاحظ هنا بتلاقي في رابط هنا تمام، الرابط ده يا صديقي بتشيله اهو، انا شلته، بي في علامتين تنصيص هنا، بعمل لصق او بضيف الرابط اللي انا لسه نسخه. ده اللي انت هتعمله. بعد كده بتضغط على تحديث، بنرجع على المعاينه تمام، احنا عملنا تحديث خلاص، بنرجع على المعاينه اهو،
علشان بس اوريكم حاجه. ادي صفحه سياسه الخصوصيه ضفناها ونزلنا تحت كلمه اتصل بنا. لما نضغط على كلمه اتصل بنا شوف هيدخل معانا فين. لاحظ معايا اهو دخلنا على صفحه اتصل بنا بتاعه الموقع بتاعنا اللي احنا ضايفينه اللي احنا عاملينه. يبقى احنا كده ربطنا ايه؟ ربطنا صفحه سياسه الخصوصيه اهو ربطناها ب صفحة اتصل بنا داخل التدوينة. داخل التدوينة احنا لحد هنا تمام خالص، ضفنا الصفحتين وكله تمام وقلصت وعدلنا عليهم ومفيش اي مشاكل. طب يا عم محمود حاجة مهمة جدا، ازاي نظهر الصفحتين من فوق في القائمة العلوية؟ ازاي نظهر الصفحتين يا عم محمود في القائمة العلوية؟ موضوعك سهل وموضوعك بسيط ولازم تعمل اللي انا هعمله معاك بالظبط. بنيجي على القوائم، نيجي على الصفحة الرئيسية دلوقتي. لو رجعنا في الصفحات الصفحتين بتوعنا اهم صفحتين مفيش غيرهم، انا ما عملتش غيرهم. باجي على المظهر بعد كده القوائم، ركز معايا في اللي انا هعمله. انا ضفت قائمة دلوقتي هحذفها، القائمة العلوية اللي هي القائمة دي انا هحذفها علشان اعرفك ازاي تضيفها. تمام، احنا الفيديو اللي فات ما ضفناش غير صفحة واحدة اللي هي القائمة الرئيسية. ضفنا ايه؟ صفحة واحدة اللي هي القائمة الرئيسية. هنبدأ نعمل ايه؟ نعمل صفحة جديدة، نعمل هنا انشئ قائمة جديدة. بنضغط على انشئ قائمة جديدة. القائمة الجديدة دي بنسميها ايه؟ العلوية. تمام، بنسميها العلوية، اسم القائمة العلوية. بنضغط على انشاء قائمة. حلو لحد دلوقتي؟ حلو، يعني احنا دلوقتي انشأنا قائمة جديدة اسمها العلوية. في العلوية بنعمل ايه؟ بنعلم هنا على القائمة السنوية اعلى الموقع. يعني انت بتعلم على دي القائمة السنوية أعلى الموقع. بتيجي على الصفحات هنا، لاحظ معايا بتيجي على الصفحات، بتعلم على صفحة اتصل بنا وصفحة سياسة الخصوصية. بعد كده بتضغط على أضف للقائمة. تمام، أنا ضفت الصفحتين دول هم في الصفحات، صفحة اتصل بنا وصفحة سياسة الخصوصية، ضفتهم لاسم القائمة، القائمة العلوية. يعني أنا ضفت الصفحتين دول للقائمة العلوية وعلمت هنا. مش هعلم على القائمة الرئيسية بقى، يعني مش هينفع أضيف قائمتين رئيسيتين، هعلم بقى هنا على القائمة السنوية أعلى الموقع. هنا في اتصل بنا تقدر تعمل ايه؟ تقدر تضيف ايقونه، يعني مثلا كونتنت اس، يعني اختصار للاتصال. بتلاقي هنا رمز الاتصال بالشكل ده، اوكي دي الايقونه. بعد كده صفحه سياسه الخصوصيه اقدر اضيف لها ايقونه، وليكن على سبيل المثال سياسه الخصوصيه، اوكي. بعد ما انا ضفت الايقونتين، اي ايقونتين يعني، بس انا ضفت الايقونتين دول، دي كونتنت اس، لو انت كتبت سي او ان هيظهر لك رمز الاتصال ده، هتختار. بعد كده بتضغط على حفظ. بعد ما انا انشات القائمه العلويه وضفت اتصل بنا وسياسه الخصوصيه للقائمة، باجي هنا على إدارة مواضع القوائم. إدارة مواضع القوائم، القائمة السنوية اللي هي أعلى الموقع بتلاقيها اختر قائمة، لا أنت بتخليها العلوية، يعني ما بتخليهاش الرئيسية، لأن لو أنت خليتها الرئيسية هيبقوا قائمتين، يبقى فوق رئيسية وتحت رئيسية، لا أنت بتخليها العلوية اللي هي اسم القائمة اللي احنا ضايفينها اللي هم موجودين فيها حاجتين اتصل بنا وسياسة الخصوصية. فأنا إيه ضفت هنا القائمة العلوية، القائمة الرئيسية طبعا بتبقى الرئيسية، دول ما اخترناش فيهم أي حاجة لحد دلوقتي. بعد كده بضغط على حفظ التغييرات. لحد هنا تمام، أنشأنا القائمة واخترنا إدارة موضع القوائم، القائمة السنوية بنخليها العلوية والقائمة الرئيسية بنخليها الرئيسية. بعد كده بنيجي على جنة اللي هو القالب بتاعنا اصلا، تيجي على جنة. الخطوات دول بتعملهم واحد اتنين تلاتة زي ما انا بعملهم بالظبط. ابتدي على جنة وبعد كده ادارة القالب، ادارة القالب. بعد كده في ادارة القالب بتيجي على الهيدر، بتيجي على ايه؟ بتيجي على الهيدر. هنا في الهيدر هنا بتلاقي في حاجتين، بتلاقي هنا لو نزلت بالاسفل ادارة القائمة الرئيسية وادارة الشريط العلوي اللي يهمنا ايه؟ الشريط العلوي. فاحنا بنعلم على الشريط العلوي بيظهر لينا اعدادات بالشكل ده. لو لاحظ هنا لو انا ضغطت على تفعيل، لاحظ معايا لما اضغط على تفعيل بيظهر معايا الشريط اللي فوق ده، بيظهر معايا ايه؟ الشريط اللي فوق. مهم جدا انك تضغط هنا على تفعيل، والشكل الداكن اللي هو الابيض ده لا بتخليه اسود علشان يبقى متوافق مع الموقع، يعني بتخليه الشكل الداكن. وهنا بتنزل بالاسفل بتلاقي المساحه اليمين هي مكتوبه اخبار عاجله، بتلاقي اخبار عاجله، لا انت بتخليها القائمه، بتخليها القائمه، يعني انت مش بتعمل حاجه اكتر من كده. دخلنا على الهيدر، ومن الهيدر جينا على اداره الشريط العلوي، ضغطنا هنا على تفعيل فعلناها، الشكل الداكن فعلناه، تاريخ اليوم زي ما هو متفعل خليه زي ما هو، لو عايز تشيله اوكي. المساحه اليمين
بتخليها القائمة، بدل ما هي أخبار عاجلة بتخليها القائمة، والباقيين دول ما بتعملش فيهم أي حاجة خالص، بتضغط على حفظ. يعني ده اللي أنت بتعمله، لما بيجي لك حفظ كده تدخل على زيارة الموقع بالشكل ده، لاحظ معايا صفحة سياسة الخصوصية وصفحة اتصل بنا مع الشكل الداكن اللي ظهر معاكم ده أو الشكل الأسود ظهر معانا بالظبط. تقدر تضغط على سياسة الخصوصية بالشكل ده، اهو سياسة الخصوصية ظهرت معاكم، وتقدر تضغط على صفحة اتصل بنا، صفحة اتصل بنا ظهرت معاكم، وربطنا صفحة سياسة الخصوصية مع صفحة اتصل بنا. اعتقد يا اصدقائي اكتفينا النهاردة في الفيديو ده، ان شاء الله يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهاية اصدقائي ما تبخلوش علينا بدعم الفيديو بلايك، اشترك في القناة لو ما كنتش مشترك في القناة، وما تنساش تشارك الفيديو مع اصدقائك علشان يستفادوا من الفيديو. اي استفسار اكتبوا اسفل الفيديو في كومنت، وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم، وانتظرونا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.